مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. احنا الآن في محكمة اجتماعية في ملف ديال ليلى والمحامي، معنا أستاذ دهبي اللي بطبيعة الحال تينوب على الأستاذ الطاهري اللي هو في نزاع مع ليلى. غادي نشوفوا مع الأستاذ دهبي، يعطينا آخر مستجدات في الملف. إذا كان ممكن أستاذ صك الاتهام اللي أنتم بطبيعة الحال كتدافعوا عليه في الطاهري في الملف. أنا بالنسبة لي كما قلت لجميع الإخوان أنني اليوم ما كنتسنوبش أنا في الملف الشرعي. أنا تسنوب في الملف بطلب وبتكليف من الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي والأستاذ سيد محمد الطهاري. صك الاتهام هو المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز وغير ذلك حسب صك الاتهام ديال النيابة العامة. حنا مثلا حنا هذا استاذ باش مقابل تنوير الرأي العام في الموضوع، حنا نتكلم دابا على المحكمة الاجتماعية، تنتكلموا على الابتدائية اللي فيها الموضوع ديال النسب، حنا نتكلم على الملف الثاني اللي هو في محكمة عين السبع الزجري في إطار متابعة زجرية. إذا هنا ما كنقولوا لك بأنها تتعلق بثبوت النسب، وأنا لا أنوب في هذا الملف المتعلق بثبوت النسب، أنوب في الملف الزجري. ولكن حاليا أستاذ أنت حضرتي دابا نبتي عليهم. لا أنا ما حضرتش، ما كنتيش نيابة. أنا ما حضرتش، غير الإخوان تلاقاو معايا قال لك أستاذ عطينا تصريح معين بما يتعلق بعدد الزملاء وهذه وهذه، راه شرحت لهم المسألة أنه من حق أي متقاضي أن ينصب عنه ما شاء من المحامي من الدفاع. ممكن أستاذ حقه. نعم. بشكل مختصر أستاذ على الملف، بحكم انك محامي ورجل ديال القانون على اطلاع بالامور ديال النسب، كيفاش كتشوف هذا الملف ديال الطاهري مع ليلى؟ مع كامل احتراماتي للصحافه، عندما يكون ملف رائج امام المحكمه لا يمكنني ان اناقشه. لماذا؟ لان الامر يتعلق بملف رائج امام المحكمه وهي التي ستصدر حكمها وستبت فيه، وسواء كان لفائده احد الطرفين او غير ذلك فذلك امر يتعلق بالمحكمه، وما يمكنش لي انني نجي قدام الصحافه ونقول لكم بان ليلى على حق او طهري على حق. سمحتي لي استاذ، انا اعتقد بان السؤال ما كانش واضح. أنا لا اتكلم عن الاحكام، الاحكام القضاء جائز هو صاحب القرار، نتكلم على الزاويه القانونيه اللي كتناول بها الملف. كيفاش كتشوفوا انت ما دمت على اطلاع بالامور التي تتعلق بالنسب في اطار الملف؟ هناك دعوه زجريه. لم يتناقشوا النسب وسير مشوا للزجري. الملف ديال النسب تقدمت به ليلى، تقدمت بدعوة ديال النسب. في نفس الوقت هناك ملف رائج امام القضاء الزجري. اذا حنايا امام ملفين، ملف مدني وملف جنائي. استاذ تكلمنا على هذه وندوزو للزجري النسب. انا ما يمكنش ليا نهضر معاك استاذ على النسب، اذا بغيتوني نعطيكم معلومات خاطئه، وانا لن اقبل على نفسي ان اعطي معلومات خاطئه للصحافه فيما يتعلق بملف في الرائج. نعم واخا، ناقشوا معك استاذ الملف اللي لنا فيه اللي هو الزجري، ناقش معنا صك الاتهام اللي فيه. صك الاتهام هو المشاركه في الخيانه الزوجيه والابتزاز. هذا هو صك الاتهام، هذه النيابه العامه اللي متابعاها، والنيابه العامه هي مؤسسه من الناحيه المسطره الجنائيه، وهي تدافع على طرحها. نحن مطالبون بالحق المدني، نحن جات زميله كتنصب كطرف مدني. واش حقها الثاني غطرح عليا السؤال من حقها انها تنتصب كطرف مدني ام لا؟ المحكمه من حقها انها تثبت واش من حقها ولا لا. فهمتيني يا استاذ؟ عندي باش نكون معك واقعي، انا ما تنبغيش الخرجات الاعلاميه اللي نقدر نعطيكم معلومات خاطئه او ادافع على ملف معين بشكل معين امام الصحافه. ما كن نعم لا نعم استاذ، حنا شوف حنا شوف انت استاذ تتكلم معي وشيئا ما يعني كيكون الميول ديالك للتوجيه. حنا التوجيه في قانون النشر نعلمه جيدا، بغينا نبقاو في الموضوع بالضبط. تكلمتي لي على ابتزاز او شيء من هذا القبيل، كيفاش كتشوفوا انتم الملف؟ واش ما كتشوفش انه فيه فراغ كبير فيما يخص امور اللي كتعلق بالابتزاز؟ انا بالنسبه لي لانه ما كاينش لحد الان باقي ما كاينش تلبس في الملف. لا ماشي ما كاينش تلبس، لحد الان حنايا باقي ما ناقشناش الملف، ولكن الاستاذ طهاري والاستاذه فاطمه الزهراء ولما يتوفرون عليه من وسائل الاثبات واللي هي تعرضت امام السيد وكيل الملك باش دار المتابعه، كاين فعلا الابتزاز وكاين المشاركه في الخيانه الزوجيه. غتقول لي يا استاذ ما هي الوثائق؟ نقول لك غادي ان شاء الله ملي نتعرض امام الجلسه غادي نخرج بتصريح ونقول لكم هذا باش دلينا. يعني هذه الامور اللي كتعلق بطبيعه الحال في اطار الجلسات، اما ما هو مدرج في المحاضر استاذ خاوي. لا واش طالعتوا الصحافه تي طلعت على المحاضر؟ جميل، واش طالعتوا على المحاضر؟ طالعنا. صورتوا المحاضر؟ طالعنا على المحاضر استاذ. صورت؟ ما يمكنش تفرض عليا بدون تصورنا ولا طالعنا. طالعنا اما صورنا هذا كلام اخر. الا طالعتوا على الملف كامل كامل السيد وكيل ليس هناك في ملف قرائن وليس هناك تلبوس. اسمح لي خلينا نشرح لك، الله يعطيك السر. انا ما تنظنش السيد وكيل الملك
ولي في يعني بزاف ديال التهم استاذ. بغيت تقول لي السيد وكيل الملك غنقولوا الاعتراف التلقائي ديالها ان هناك كاينه خيانه زوجيه، مشي لك والاعتراف التلقائي هو دليل قوي فيما يخص امتياز امور اخرى غير مدرجه في ملف وخاويه. وهذا طبيعي احنا ما يهمنا في الامر كل احترام وتقدير هو تنوير الراي العام في جوهر الموضوع. لا احنا شوف احنا بالنسبه لنا وسائل الاثبات المثبته للابتزاز وما غير ذلك هي كاينه في المحضر استاذ، كاينه في المحضر في انت البوسه استاذ، كاين في الملف. اه نعم نعم كاين تسجيلات صوتيه، كاين تسجيلات صوتيه جي عندي هذه وهذه المسائل احنا ما ندخلوش فيها دابا. وهذا كذلك هناك فيديوهات كلام ديال الطرف الثاني في المحضر، وهناك نتكلم عن تلبوسه استاذ امام الضابطه القضائيه امور ادله نعلمه جيدا الا سمحتي لي بكل احترام وتقدير. ما يهمنا كما قلت في السابق هو تنوير الراي العام في الموضوع. تلبوس الضابطه القضائيه ما استقدش واحد الامور ديال الابتزاز امور اخرى اللي غادي نقولوا كاين دليل قاطع ما يسمى بالقرائن، لا يتوفى الملف قرائن تماما. انا ما نقدرش انني ندخل معاك لواحد الموضوع اللي هو غتخليني نناقش معاك الملف. لماذا؟ لماذا؟ لان الملف مازال تيروج. وانا قلت لك كنعاود نكررها، انا شويه متمكن من قانون الصحافه ومتمكن من قانون المهنه ديالي انايا، ما يمكنش لي انني نخرج. كذلك الصحافه على اطلاع بالقانون تماما تماما. بطبيعه الحال احنا ما كنشكوش فيكم في هذه المساله، ولكن اللي نعاود ناكد لك انه ان شاء الله ملي غادي نناقشوا الملف وملي غندلوا بالدلو ديالنا بوسائل الاثبات وما غير ذلك سنخرج الى الصحافه، وحنا مستعدين ان جميع المنابر الاعلاميه ماشي غادي نخليوكم حنا كاع في الشارع، ربما غنعقدوا معكم جلسه ندوه صحفيه، ولكن حتى نشروا وسائل الاثبات ديالنا. فضل الاطار استاذ كسؤال اخير في الموضوع فتفاديا بقى عندي سؤال اخير. اسمع شي حوايج وعزز عزز عليا. لا مرحبا استاذ، كسؤال اخير في الموضوع اذا كان ممكن. تكلمت لا 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 شوف لا حنا استاذ الناس كنتكلم في الموضوع. الاخت كتهضر ربما بغات تسمع الصوت ديالها. لا استاذ انا كنتكلم معايا راه كاين واحد المخرج وحنا في جلسه حوار، يعني كمل معايا الموضوع كسؤال اخير. تكلمتي في منبر اعلامي على مساله ديال عدد المحامون من الاعراف والتقاليد ديال طبيعه الحال ديال المحاماه، اكثر من 100 ديال المحامون مسجلين النيابه ديالهم بطبيعه الحال ضد ليلى والطفله ليا نور. رايكم في الموضوع بعمق وبامور اجتماعيه اذا امكن استاذ. نقدر نقول لك بكل صدق كاين نص قانوني كيقول لك حق الدفاع من حق اي متقاضي. لا لا بغيت جواب بالقانون قلت له حق اجتماعي، اما الا عندي من الامكانيات ندير 83 محامي انا ولا 200 قضيه بسيطه جدا، قضيه عاديه، عدد المحامون كثار ومن الامور التي صراحه تعتبر من الطبوات انا نناقشها معك وعطينا رايك فيها. بعض المحامون من الدار البيضاء ما تيقدروش يدخلوا هذا الملف لانه في معاهم زميل، هذا هو موضوع، هذا هو واقع الحال. شوف استاذ رايك في الموضوع استاذ. استاذ الراي ديالي غادي نقدر ربما ساحيلك على ملف نبت فيه انا الى جانب 30 زميل في ملف عادي وما كانش عليه الضجه اعلاميه، واعتقد على ان من المنابر الاعلاميه اللي سبق ليها قلت لها ان يمكن ليها تجي بعد الاذن ديال المؤسسه ديالي ونحيل على هذا الملف. يعني مساله 80 ولا 100 محامي على ثلاثه عادي استاذ. شي انا بالنسبه لي ليلى راه من حقها تجيب 200 محامي، وما كنظنش انا اللي مشيت عند شي محامي وقالت لي جي نوب عليا ما غيقولش لي لا لانك ضد محامي. لا في الدار البيضاء كاين هذه الاشكالات. شوف استاذ هذا ما يناقش وما يتم تداول فيه استاذ. استاذ الا هو هذا وصل الاعلام على انه فكره ترسخات، وسمحوا لي الا قلتها لكم في اذهان الصحافه، راه انا شخصيا الا وقعت لي شي حاجه ما يمكنش لي انني ذاك الشخص اللي وقع لي معاه المشكل انني نحرمه من دفاع ونقول لذاك الزميل ولا ديك الزميله اللي ما تنوبيش ضدي. علاش؟ لان احنا عندنا مؤسسه والمؤسسه يحميها سيد النقيب، والسيد النقيب راه خرج بتصريح اعلامي وقال لكم بان حق الدفاع هو حق مشروع، وبان من حق اي متقاضي حتى على فرض لو كان الطرف الاخر زميل له في هيئه الدار البيضاء راه من حقه على انه ينوب عليه. هذا كلام انا كنتمنى انكم تحيدوه من الاذهان ديالكم، وانا كنعرف المنابر ديالكم وكنعرف بانكم عندكم مصداقيه في النقل، وانا كنتبع صوت العداله وكنتبع الناس ديال صوت العداله. استاذ دبيش الله يبارك فيك استاذ دبيش، شكرا لك مشاهدينا الكرام كما تتبعتم معنا. صراحه هو الكلام الشق القانوني كلام واضح، ولكن ما هو واقع الحال كلام اخر فيه نقاش ويتم تدرو فيه امام الصحافه بطبيعه الحال وامام الراي العام. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.